بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هشرح لحضراتكم ازاي نقدر نظهر شريط الادوات الموجود في الوورد بصفة مستمرة. هوري حضراتكم المشكلة دلوقتي اللي بتظهر. اي ملف وورد زي كده بيكون فيه ظاهر الشريط له من فوق الصفحة الرئيسية ادراك تخطيط الصفحة وهكذا. في بعض الاحيان فجأة مش بيكون موجود زي كده، وعشان نوجده لازم نروح كده، ولو بدأنا نكتب بيختفي تاني، نروح نظهره تاني يختفي تاني، نروح نظهره تاني عشان نختار حاجة، نيجي ننزل تاني عشان نكتب أي حاجة بيرجع تاني. لأ، طب أنا عايزه على طول يبقى ظاهر قدامي. في عندنا حلين. الحل الأولاني حل عن طريق الكيبورد عندنا في الكمبيوتر، والحل التاني عن طريق اختصار موجود فوق. هقول لحضرتكم الحل السريع. الحل السريع اللي أنا بنضغط على الكيبورد على كنترول واف 1 ظهر معايا، وده ظهر بصفة مستمرة. عايز ارجع اخفيه تاني، كنترول اف 1 اختفى معايا تاني. طيب الحل التاني اللي انا عندي شايفه هنا في اختصار اهو، اللي هو تصغير الشريط، وحتى مكتوب جنبيها كنترول زائد اف 1، لما بضغط عليه بيظهر معايا على طول، اضغط عليه تاني بيتشال. طيب انا بفرض ان انا عندي الشريط مخفي ومش موجود وما عنديش الاختصار ده، عشان نظهره بنروح على اوامر اضافية، وبروح هنا عند كافة الاوامر، وبنقعد ندور لغاية ما نلاقيه. هنلاقيه طبعا ده مرتب ابجدي، فهنشوف بداية حرف الت اللي هو في التصغير اهو. بدأنا اهو تصغير الشريط. لو ما كانتش موجودة عندنا بنختارها وبنقول له اضافة، هي طبعا بيقول لي موجود بالفعل. بعد ما بنختارها بنقول له موافق، بيبقى ظهرت عندي، بضغط عليها بيظهر لي الشريط. وده طبعا لما بنزل بقى بكتب اي حاجة مش بيختفي، انما لو اخترتها الشريط بيختفي معايا. لما بكتب اي حاجة مش بيظهر غير لو انا اخترت حاجة زي كده او ضغطت على ده. وبكده يبقى انتهى شرحنا للحلقة دي. سعدت بحضراتكم، ما ننساش نعمل سبسكرايب في القناة ولايك للفيديو. ولو اي حد عنده اي مشكلة بتواجهه سواء في الوورد او في الاكسل او في اي حاجة خاصة بالكمبيوتر او حتى الموبايل، يا ريت يتشرف يكتبها لي تحت الفيديو في التعليقات، وباذن الله هرد عليه وهعمل فيديو مخصوص ليه. سعدت بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.